الأصحاح التاسع. فالعهد الأول كانت له شعائر العبادة والقدس الأرضي، فكان هناك مسكن منصوب هو المسكن الأول الذي يقال له القدس، وفيه المنارة والمائدة وخبز القربان. وكان وراء الحجاب الثاني مسكن يقال له قدس الأقداس، وفيه المبخرة الذهبية وتابوت العهد، وكله مغشا بالذهب، وفيه وعاء ذهبي يحتوي المن، وفيه عصا هارون التي أورقت، ولوحا وصايا العهد. وكان فوق التابوت كروبال مجد يظللان الغطاء. ولا مجال الآن للكلام على هذا كله بالتفصيل، كان كل شيء على هذا الترتيب. فيدخل الكهنة إلى المسكن الأول في كل وقت ويقومون بشعائر العبادة، ولكن رئيس الكهنة وحده يدخل إلى المسكن الثاني مرة في السنة، ولا يدخلها إلا ومعه الدم الذي يقدمه كفارة لخطاياه وللخطايا التي ارتكبها الشعب عن جهل منهم. وبهذا يشير الروح القدس إلى أن الطريق إلى قدس الأقداس غير مفتوح ما دام المسكن الأول قائما. وهذا الترتيب رمز إلى الزمن الحاضر، وكان يتم فيه تقديم قرابين وذبائح لا تقدر أن تجعل الكاهن كامل الضمير، فهي أحكام تخص الجسد وتقتصر على المأكل والمشرب ومختلف أساليب الغسل، وكانت مفروضة إلى الوقت الذي يصلح الله فيه كل شيء. ولكن المسيح جاء رئيس كهنة للخيرات المستقبلة، واجتاز خيمة أعظم وأكمل من تلك الخيمة الأولى، غير مصنوعة بأيدي البشر، أي أنها لا تنتمي إلى هذه الخليقة. فدخل قدس الأقداس مرة واحدة، لا بدم التيوس والعجول، بل بدمه، فكسب لنا الخلاص الأبدي. فإذا كان رش دم التيوس والثيران ورماد العجلة يقدس المنجسين ويطهر جسدهم، فما أولى دم المسيح الذي قدم نفسه إلى الله بالروح الأزلي قربانا لا عيب فيه، أن يطهر ضمائرنا من الأعمال الميتة لنعبد الله الحي. لذلك هو الوسيط لعهد جديد ينال فيه المدعوون الميراث الأبدي الموعود، لأنه مات كفارة للمعاصي التي ارتكبها الشعب في أيام العهد الأول. فحيث تكون الوصية يجب إثبات موت الموصي، لأن الوصية مرهونة بموت الموصي، فلا فعل لها ما دام الموصي حيا، ولذلك تكرس العهد الأول أيضا بالدم. فموسى بعدما تلا على مسامع الشعب جميع الوصايا كما هي في الشريعة، أخذ دم العجول والتيوس ومعه ماء وصوف قرمزي وزوفة، ورشه على كتاب الشريعة نفسه وعلى الشعب كله، وقال: هذا هو دم العهد الذي أمركم الله به. وكذلك رش الخيمة وكل أدوات العبادة بالدم، ويكاد لا يطهر شيء حسب الشريعة إلا بالدم، وما من مغفرة بغير إراقة دم. فإذا كان مثال الأمور السماوية يلزمه التطهير بهذه الشعائر، فالأمور السماوية نفسها يلزمها تطهير بذبائح أفضل من تلك، لأن المسيح ما دخل قدسا صنعته أيدي البشر صورة للقدس الحقيقي، بل دخل السماء ذاتها ليظهر الآن في حضرة الله من أجلنا، لا لأنه سيقدم نفسه عدة مرات كما يدخل رئيس الكهنة قدس الأقداس كل سنة بدم غير دمه، وإلا لكان عليه أن يتألم مرات كثيرة منذ إنشاء العالم، ولكنه ظهر الآن مرة واحدة عند اكتمال الأزمنة ليزيل الخطيئة بتقديم نفسه ذبيحة لله. وكما أن مصير البشر أن يموت مرة واحدة وبعد ذلك الدينونة، فكذلك المسيح قدم نفسه مرة واحدة ليزيل خطايا الكثير من الناس، وسيظهر ثانية لا لأجل الخطيئة بل لخلاص الذين ينتظرونه.